أكدت السفيرة الأمريكية لدى العراق لينا رومانوسكي أن بلادها تسعى إلى تطوير العلاقات مع أقليم كردستان في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية، كاشفة عن عقد واشنطن لقاءات عدة مع المسؤولين في الحكومة الاتحادية. First of all, you're right. The United States and the IKR have had a long-standing. العلاقات بين أمريكا وأقليم كردستان علاقات مديدة وطويلة الأمد ومستمرة، ونتطلع إلى تطوير العلاقات مع الأقليم من أجل حل جميع الملفات العالقة بين بغداد وأربيل. جانب آخر من العلاقات مرتبط بتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية، ونحن بصدد إرسال وفد تجاري إلى الأقليم خلال الأيام المقبلة ضمن خطة التطوير التي ستساهم أكثر في توطيد العلاقات التجارية بين أمريكا وأقليم كردستان وجميع محافظاته أربيل والسليمانية ودهوك وحلبجة.